قالت صحيفة الشرق الأوسط إن قياديين ونافذين في ميليشيات موالية للنظام ممن يوصفون بأمراء الحرب يستثمرون في أزمة المحروقات وخاصة الكهرباء الخانقة التي تعاني منها مناطق سيطرة النظام لزيادة ثرواتهم التي جمعوها خلال سنوات الحرب عبر التعفيش والإتاوات. وأضافت الصحيفة أن أمراء الحرب يحصلون على مبالغ مالية كبيرة مقابل تزويد مناطق في ريف دمشق بالكهرباء عبر استجرارها بطرق غير مشروعة من محولات مخصصة لدمشق. نتابع تقرير محمد الكيلاني ونعود للنقاش. لا يخفى على متابع أن توافقا ضمنيا ينص على تحديد العلاقة بين الجيش والميليشيات الموالية، وأن نظام الأسد يعمل بمنظومة الضابط في تسيير مصالح الجميع وتحديد المنافع وتوزيع الإيرادات، ويتزعم التحكيم ورعاية المصالحات حال النزاعات على الغنائم. وينص الاتفاق على حماية النظام والقتال معه مقابل إطلاق يد الجيش والميليشيات الرديفة في تحصيل إيراداتها من الشعب المقهور تحت سطوة السلاح والمنظومة الأمنية بطريقة المافيات القديمة والبالية، بالتعفيش والسرقة ومشاركة التجار والإتاوات على الحواجز المنصوبة على الطرقات وفي مداخل البلدات، وتحصيل الأموال بالابتزاز والتخويف والتهديد بالاعتقال تحت دعوى شبهة الانتماء لإرهابيين أو ملاحقين أمنيا. لا يتوقف الأمر هنا، بل يتجاوزه بسرقة الدولة نفسها بحسب صحيفة الشرق الأوسط التي أوردت بأن قياديين ونافذين في ميليشيات موالية للنظام السوري ممن يوصفون بأمراء الحرب يستثمرون في أزمة الكهرباء الخانقة التي تعاني منها مناطق سيطرة النظام لزيادة ثرواتهم التي جمعوها خلال سنوات الحرب عبر التعفيش والإتاوات، وبأن هذه الثلة تحصل على مبالغ مالية كبيرة مقابل تزويد مناطق في ريف دمشق جنوبي سوريا بالكهرباء عبر استجرارها بطرق غير مشروعة من محولات مخصصة للعاصمة دمشق. فبحسب مصادر محلية فإن من أهل الحظوة من الميليشيات وكبار الشبيحة من يمكنهم الحصول على خطوط إضافية خاصة لاستغلالها في البيع للراغبين من أصحاب المنازل والمحال التجارية. ولا شك بأن النظام ومناطق سيطرته في الأشهر الأخيرة يعيشان أسوأ أزمة اقتصادية ومعيشية مع نفاد الوقود وتعطل مؤسسات الدولة وإغلاق كثير من المصانع الحكومية والخاصة وهروب معظم التجار ورؤوس الأموال، ليبقى من تبقى من السوريين تحت رحمة النظام الأمني ونهش مسعوريه في مناطق تحكم فيها الخوف وخيمت عليها الظلمة. لمناقشة ملف الكهرباء ومافيات الكهرباء التي باتت من الواضح أنها تسيطر في مناطق سيطرة النظام، معي الصحفي والباحث حسام البرم من باريس. مرحبا بك سيد حسام. أهلا بك زميل حسام وجميع السادة المشاهدين، والسلام لأهلنا في سوريا. بداية، هل أصبحنا أمام ميليشيات كهرباء وكيف تسللوا إلى هذا القطاع؟ نعم، نحن اليوم أمام ميليشيات كهرباء بشكل صريح وعلني، مشابه للحالة اللبنانية كما هو في جنوب لبنان وفي لبنان عام، انتشر على لبنان ككل فيما يتعلق بسيطرة ميليشيات أو مجموعات معينة بعينها على قطاع الكهرباء، وبداية بالسيطرة على قطاع الكهرباء الوارد من الدولة أو المنتج بالدولة، وصولا إلى مرحلة إنتاج الكهرباء لصالحهم مع تقدم الكتلة المالية لتلك المجموعات. كيف انتشرت هذه الظاهرة وكيف وصلوا إلى هذه المرحلة؟ هذا سؤال يبدأ جوابه منذ العام 2015. منذ العام 2015 دخلت مجموعات قوات النظام أو قادة النظام ميليشيات النظام إلى هذا القطاع عبر قدرة تحمل المحطات. المحطات كانت في كل سوريا مصممة لإيصال الكهرباء إلى الجغرافيا السورية كاملة. لا يمكن إيقاف، يعني لا يمكن تعطيل المحطة جزئية محطة الكهرباء، فأنت مجبر في حال عمل المحطة إلى إيصال الكهرباء إلى مناطق المحافظة كاملة سواء كانت تابعة للمعارضة أو تابعة للنظام. فكانوا حتى يقوموا بقطعها عن مناطق المعارضة سوف يشكلون عبء كبير على المحطة، وقد يسبب ما يؤدي إلى عطل خلل كبير فني فيها ويؤدي إلى انفجارها وتلف كامل.
وقامت تلك الميليشيات بتحويل تلك التجارة بتلك بحينها بتجارة بتلك الكهرباء أو بكميات الكهرباء المتوفرة وتحويلها للآبار المناطق الصناعية في حينها بشكل دائم مقابل مبالغ مالية تقدر في ذلك الوقت بحوالي 100,000 ليرة سورية يوميا. وانتشر هذا النمط المجتمعي، انتشر هذا النمط الميليشياتي العصاباتي داخل مؤسسات الجيش وداخل المؤسسة الأمنية من عام 2015، وهو يتطور بشكل منهجي حتى أصبح منهجي وصولا للعام 2018، واليوم في العام 2022 أصبح مصدر دخل أساسي مع غياب مناطق المعارضة، مع غياب حالات التعفيش الكبرى، حيث يعني كانوا ضباط النظام بشكل أساسي يعتمدون على حالات التعفيش أو المعارك التي سوف يتم من خلالها تعفيش قرى بأكملها ومصادرة ممتلكات أو وضع اليد أو سرقة ممتلكات للمدنيين تقدر بمئات ملايين الدولارات في 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 جنوب سوريا، في دمشق، في محيط دمشق حسب المنطقة التي كانوا يدخلوها. اليوم في بعد جفاف هذا المنبع الرئيسي، هذا المصدر الرئيسي، تحولوا للمصادر الثانوية وهي الكهرباء، الماء وغيرها من المصادر التي كانت تمتلكها، التي من المفترض أن تمتلكها الدولة السورية، هي لم تكن تمتلكها. يعني حسام اليوم آلية توزيع الكهرباء أو بيع الكهرباء، كيف تتم عمل هذه الآلية؟ يعني ما هي الآلية؟ كيف يتم استجرار هذه الكهرباء؟ من هم الأشخاص الذين يعني يتسترون أو تحت ظل من يعملون؟ يعني أريد تفاصيل إن وجدت حول هذه الأسئلة. نعم، بخصوص طريقة عمل هذه الميليشيات أو هذه المجموعات أو قادة المجموعات، قادة أسماء لا يوجد أسماء بعينها، ولكن هم قادة المجموعات الفرقة الرابعة، قادة الألوية والضباط الفرقة الرابعة من رتبة عقيد، فهم مستفيدين بشكل مباشر من هذا الأمر. هناك مناطق بعينها في جنوب دمشق التي كانت تسيطر عليها المعارضة كانت تكون محرومة كليا من الكهرباء كل يومين بمعدل ساعة واحدة فقط من الكهرباء. فبالتالي هذه المناطق في جنوب دمشق المعروف في منطقة سبينة وغيرها والمنطقة الصناعية وحوشبلاس وغيرها من هذه المناطق هي مناطق صناعية بالدرجة الأولى، سواء حتى دارية كانت مناطق صناعية بالدرجة الأولى قبل الثورة. واليوم يعني بعد عودة السكان نسبيا أو جزئيا إليها عادوا إلى أعمالهم المعتادة، يعني في محاولة لإنقاذ أنفسهم، ولكن النظام يحاول ابتزازهم أو ضباط المسؤولين الفرقة الرابعة المسؤولين عن إدارة المنطقة. ومن المعلوم أن النظام يفرز ضابط لكل شارع، لكل حي يتجاوز طول الشارع فيه 100 متر هناك ضابط مخصص بين رتبة ملازم إلى نقيب ويصل إلى عقيد حسب حجم الحي، يكون مسؤول أمني عن هذا الشارع مباشر لمتابعة هذا الشارع بشكل يومي. هؤلاء الضباط بدأوا بالتحكم بكل موارد هذه الأحياء ابتداء من المياه وانتهاء بالكهرباء. فالكهرباء محولات الكهرباء وضعوا يدهم على السيطرة المباشرة على محولات الكهرباء، وبدأوا بالتنسيق مع عمال الكهرباء ووزارة الكهرباء، حيث وزارة الكهرباء لا تستطيع أن ترفض لهم طلب، لأنهم فعليا هم يمثلون السلطة بشكل حقيقي ويمرون عمال الكهرباء على الخضوع لأوامرهم. فبتحويل بزيادة مقاومة بزيادة عدد ساعات الكهرباء مقابل مبالغ مادية يتم دفعها. اليوم يتقدر إيراداتهم بتلك الموقع بحوالي $1,000 أسبوعيا لكل ضابط يقوم بتوريد الكهرباء بمقارب 4 ساعات إلى المنطقة التي يكون مسؤول عنها. فهو بالنسبة له هذا المبلغ هو يعتبر مبلغ ضخم. هذا يعني مبدئيا هاي اللي هي الأرقام المتواجدة حاليا في سوريا، لأن حتى الأشخاص أو الشعب التي يتم يعني جمع هذه الأموال منهم غير قادرين على دفع مبالغ أكبر من ذلك. هو يحاول دفع الأشخاص أو يحاول دفع الفعاليات أو النشاطات الصناعية النامية أو التي تحول مرة أخرى يدفع أكبر مبلغ ممكن من المال، ولكن لا يوجد أموال فعليا، لا يوجد قطع صعب أجنبي في سوريا. فبالتالي هم يعني هذا المبلغ هو المبلغ الذي يتم اعتماده في الضواحي الجنوبية من ريف دمشق لاستخدام واستجار الكهرباء مقابل يوم واحد فقط من الكهرباء لتشغيل مكاناتهم الصناعية، لتشغيل عجلاتهم، لتشغيل حتى الأبار، لتشغيل كل ما هو ممكن حتى يستطيعوا أن يعيشوا ضمن مقومات الحد الأدنى. هذا هو ما يجري في تحديدا في جنوب دمشق بخصوص طريقة عملهم. والمستفيد بشكل أساسي هم الفرقة الرابعة المسؤولة عن ذلك، وجانب من ضباط الحرس الجمهوري المتواجدين على حدود درية أو مشرفين على منطقة درية تحديدا. يعني حسام عم بيحاولوا لتشغيل عم بيحاولوا لتشغيل آلات صناعية بحضر. يعني هناك طاقة كهربائية تريفازية لتشغيل هذه الآلات.
أليس كذلك؟ حسام هل تسمعوني؟ في حالة تشغيل آلات ثانية أولا تم. نعم تفضل. نعم، أولا تلك المعامل أو تلك المجموعات التي حاولت أن تعيد أو تنهض بالحالة الصناعية في جنوب سوريا قامت بتخفيض مستوى استهلاك الطاقة في النمط الصناعي الموجود فيها، وهو يعني كما عهدنا في البنية الاقتصادية السورية التكيف الصناعي السوريين أو تكيف المواطن السوري مع ما هو متوفر، فقاموا بتخفيض حجم الاستهلاك لبنيتهم الصناعية إلى الحد الأدنى. بالإضافة إلى ذلك يقوم الضباط بحرمان المدنيين بشكل كامل، حرمان المنازل المدنيين بشكل كامل من قطاع الكهرباء مقابل إيصالها إلى بعض المنشآت الصناعية، لأن المنشآت الصناعية هي التي تقوم بالإنتاج وهي التي تقوم بدفع الأتاوات أو تقوم بدفع الرشاوي لتلك أولئك الضباط لميليشيات الحرب حتى يقوموا بإيصال الكهرباء لهم. ففي بعض المناطق يعني لا توجد الكهرباء بشكل كامل، فقط عندما يوجد هناك هامش للضغط كما شرحت لك في البداية أن محطات الكهرباء لا استطاعة ولا استطيع إطفائها، وفي حال وجود مثلا هناك فراغ ساعه كل يوم او يومين يتم تزويد بعض الاحياء السكنيه بالكهرباء من حين لاخر حتى يتم تخفيف الضغط على محطات التوليد لا اكثر ولا اقل، وليس من داعي الكرم او من داعي الالتزام بقرارات وزاره الكهرباء، وهذا انعكس بشكل واضح تماما على معدلات التقليل في العاصمه دمشق. وهذه الحصص ايضا اخذت يعني هي بشكل ممنهج نلاحظ انها غير موجوده في خطه وزاره الكهرباء. هي يعني جنوب دمشق بالرغم من انها منطقه صناعيه ولكن كمعاقبه جماعيه لها كونها كانت يعني عنصر فاعل ومنطقه فاعله ومؤثره في الثوره السوريه وانضمامها لمناطق الثوره السوريه وخروجها عن العاصمه دمشق لم توجد في خطه تمويل او تزويدها بالكهرباء في لدى وزاره الكهرباء السوريه، فيلجؤون الى هذا الاسلوب الملتوي مع ميليشيات الامنيه بشراء الكهرباء. بالتالي الدولة السورية لا تحترم وجودها، تحترم دورها بشكل أساسي بتقديم خدمات هناك السكان الذي قاموا بالتسوية والذين عادوا كما هو مفترض عادوا إلى الوطن بشكل طبيعي، عادوا وقبلوا بحكم الدولة السورية كما قدم ضمانات الروس لذلك. نعم حسام، يعني دعنا أن نلخص ما تحدثت به. هناك طاقة كهربائية يتم توليدها، هذه الطاقة الكهربائية بدل أن يتم توزيعها على المنازل والبيوت أو المشافي وإلى آخره سواء خاصة أو عامة في ريف دمشق وفي مدينة دمشق، يتم بيع هذه الكهرباء إلى المنشآت الصناعية التي تعمل بأقل استطاعتها مقابل الحصول على مبالغ مالية من دعنا نسميهم سماسرة، دعنا نسميهم ما شئنا، يعني عم يعطوهم حقهم مقابل أنه ياخذوا مصاري. رح انتقل للنقطة المهمة بحديثك وأيضا بتكذيب رواية النظام التي دائما يدعيها، يعني أنشطة أمراء الحرب في هذا الجانب في جانب الكهرباء، ألا يلغي وزارة الكهرباء وما تقوله دائما ويطيح بروايتها في أنها غير قادرة على تأمين الكهرباء للسكان؟ نعم بشكل أساسي واضح تماما أن عمل الميليشيات أو سلطة الميليشيات على قطاع الكهرباء وإدارة قطاع الكهرباء ويلغي تماما دور وزارة الكهرباء في المنطقة، ويبقى دور وزارة الكهرباء هو تقني بحت فقط، إدارة المحولات إصلاحها صيانتها وفق أمرهم. أما فيما يتعلق بالجانب الإداري والحصص التي المفروض أن توزعها وزارة الكهرباء اليوم تقوم بتوزيعها وإدارتها، وبشكل واضح تماما هي قادة المجموعات، قادة الميليشيات، ضباط الفرقة الرابعة وبعض ضباط الحرس الجمهوري لاستثمارها وبيعها للمدنيين والمنشآت الصناعية المحتاجة للكهرباء بشكل ضروري. وهذا الدور انعكس بشكل أساسي على عدد ساعات التقليل في العاصمة دمشق. العاصمة دمشق كما هو مفترض خطط وزارة الكهرباء من المفترض أن تشهد 18 ساعة تقليل، اليوم العاصمة دمشق تشهد 20 إلى 21 ساعة تقليل، أي حوالي 3 ساعات يوميا للكهرباء، وتشهد بعض الحالات خلال فترة النهار خلال فترة الذروة انقطاع 8 ساعات متواصلة. وتبرر وزارة الكهرباء أنها تقطع خلال فترة الذروة خلال فترة النشاط أو العماري أو النشاط الصباحي للموظفين من الساعة 8 صباحا وحتى ما بعد فترة العصر
الساعة الرابعة مساء لأنها تحاول قدر الإمكان الدفع باتجاه الكهرباء باتجاه المنشآت الصناعية، ولكن الوزارة فعليا وزارة الكهرباء لا تقوم بذلك. الذي يقوم بذلك هم مجموعات الميليشيات في إطار خطتهم الخاصة للكسب من الكهرباء وتحويلها إلى مورد دخل بديلة. مولدات الكهرباء في دمشق، يعني الآن لا يوجد كهرباء في معظم مناطق دمشق، وأن صح التعبير هناك قطع لما يقارب 10 ساعات وأكثر، مقابل وصل نصف ساعة أو ساعة. كيف هو واقع الكهرباء في دمشق، وكيف يستبدلون التيار الكهربائي الذي يصلهم من مؤسسة الكهرباء؟ يعني واقع الكهرباء بمدينة دمشق هو سيء جدا بصراحة، كما ذكرت لك يعني ساعات، كما ذكرت حضرتك أيضا بخصوص ساعات الانقطاع تتجاوز 8 ساعات وسطيا، حتى تصل الساعة تصل بعدها الكهرباء مدة نصف ساعة أو ساعة بأفضل الظروف في وقت متأخر، وفي حال كان هناك هامش ضغط على محطة الكهرباء ممكن أن تصل إلى ساعة ونصف. البداءة التي تعامل معها أهالي مدينة دمشق لحل تلك الأزمة هو المولدات على الطريقة المبنية، وهي المولدات المركزية في الأحياء، استحضار مولدة والتي أيضا يشرف عليها ويساهم بها ويمتلكها غالبيتها حاليا هم رجال أعمال النظام أو رجال أعمال مرتبطين بتلك الميليشيات ويعملون تحت أيضا تحت تلك الميليشيات المتمثلة بوضع مولدات ضخمة، مولدات ضخمة للكهرباء على بكل حي توزن عدة أبنية وأحياء. بالضبط، توزع لكل عدة أبنية وأحياء مقابل بيع، مقابل اشتراك شهري ومقابل اشتراك يومي بالساعة وحسب الاستهلاك. وهذا يعني هو شكل من أشكال التجارة بالكهرباء أيضا الذي يقوم فيه تلك الميليشيات وتلك المجموعات، إضافة إلى لجوء بعض المنازل إلى استهلاك من حد الأدنى عبر يعني عبر استخدام ألواح الطاقة الشمسية لشحن البطاريات واستخدام إضاءة الليد لإنارة المنازل ليلا، ويتم استخدام تلك المولدات أو يقوم الدمشقيون باستخدام تلك المولدات، وهذا يسوي باستخدام المولدات فقط عند الضرورة للحاجات الأساسية للمنزل بساعات محددة خلال فترات النهار حتى يتمكنوا من دفع ذلك الاشتراك أو حتى يتمكنوا من دفع ثمن الكهرباء. نعم، أسعار الأمبيرات، يعني مع أزمة المحروقات أسعار وصل الكهرباء من خلال الأمبيرات التي تحدثت عنها، المولدات المركزية إن صح التعبير، ما هي الأسعار الآن في دمشق وريف دمشق؟ لأن الأسعار يعني تختلف في حسب المنطقة السكنية، كيف هي الأسعار الآن؟ لا يوجد بصدق، لا يوجد سعر ثابت في مدينة دمشق، السعر يكاد يكون متبدل بشكل يومي بخصوص سعر الكهرباء، لأن السعر توفر بنزين أو توفر محروقات أو توفر الديسل هو غير متوفر في المرحلة الحالية، والدولة لا تقوم بتأمينه، وتلك المولدات تدعي أنها غير مدعومة ولا تستطيع الحصول على الدعم بالرغم من إشراف ضباط النظام عليها، وبعضها يمتلك ضباط النظام يعني بشكل مباشر، فتدعي أنها غير مدعومة، وبالتالي الأسعار غير ثابتة ومتقلبة وتخضع لهوى ملكية صاحب المولدة والضابط الأمني في ذلك الشارع لتقييمها بشكل يومي وتكاد تكون بشكل أسبوعي، فلا يوجد سعر ثابت حاليا في مدينة دمشق من تلك الأمبيرات، وغالبا المدنيين خلال المرحلة الماضية قاموا بتلافي في الاشتراك بتلك الأمبيرات فقط لأن يعني السعر المتقلب وارتفاع سعر المحروقات بشكل كبير في المرحلة الماضية أدى إلى ارتفاع كبير في تلك الأسعار. أما بشكل دقيق لا يوجد سعر ثابت يمكن اعتماده أن نقول أن هذا هو السعر وسطيا الذي يتم استخدامه في العاصمة دمشق، لا يوجد حي يشبه الآخر ويوجد منطقة يشبه الأخرى، فالتعامل مع حي المهاجرين هو تعامل مختلف يقوم بتقييمه الضابط الموجود، الضابط الأمني الموجود في تلك المنطقة بالنسبة لمستوى الدخل، لمعدلات استهلاك الكهرباء، غالبا هو شكل أشكال الاستغلال أن الأشخاص هم هنا دخل ميسور، فبالتالي يقوم بفرض أسعار عالية جدا، بينما في سبينة وفي غيرها من المناطق هي تعتبر مناطق فقيرة جدا لن يتم فرض ذات السعر، فهو يتكيف مع ما هو موجود حتى يتمكن من يعني سحب أكبر كم ممكن من الأموال من أبناء المنطقة، وفي حال عدم تمكنهم من دفع أي شيء فهو لم يستفيد فيه، لن يستطيع تشغيل مولداته ولن يستطيع استثمار ذلك، ولن يستطيع ابتزازهم في من خلال حصولهم على الكهرباء، فمن مصلحته أن يكون السعر متقلب ومتنوع كل منطقة على حدة، وخصوصا أن الإدارة هي إدارة غير
مركزية لهذا الموضوع، لا تبع لوزارة الكهرباء، هي إدارة للميليشيات التي طبعا حتى حسام الساعات غير ثابتة، يعني يوم يصلون الكهرباء لخمس ساعات ويوم لأربع ساعات ويوم لسبع ساعات بحجة عدم توفر المحروقات. هناك في دمشق خطوط خاصة تباع بما يقارب شهريا بألف ألف ومئتين دولار قادمة من السكنات أو الخطوط العسكرية أو الأمنية للكهرباء. هذه الخطوط كيف توزع في العاصمة دمشق وكيف يتم الوصول إليها والسمسرة لها؟ نعم، الخطوط الأمنية هي يعني بشكل أساسي تفرز للقطاعات الأمنية، للمناطق الأمنية، سواء كانت مفرزة أمن أو كانت قطاع عسكرية أو غيرها من القطاع. فبالتالي وصول الكهرباء إلى تلك القطاعات هو شكل هو يعتبر امر امني مهم جدا بالنسبه للدوله السوريه، وهو يعتبر اولويه وفق خطه وزاره الكهرباء كما هو مفترض. ولكن فعليا الضابط المسؤول عن تلك المنشاه الامنيه يقوم بشكل اساسي بالتواصل مع المنشات الصناعيه المحيطه، بالتواصل مع المجموعات السكانيه المحيطين، بطلب مبالغ ماليه بشكل مباشر وبشكل واضح علنا، لا مشكله لدي مع ذلك، بطلب مبالغ ماليه مقابل إعطائهم الكهرباء ضمن ساعات هو يختارها وضمن الوقت هو يختاره. وبالتالي هو يقوم بقطع الكهرباء جزئيا وليس كليا على المنشأة الأمنية أو على الحاجز أو على القطاع أو على المنطقة الموجود فيها، ليقوم ببيع قسم كبير من تلك الكهرباء إلى المدنيين. وعلما أن هذه الكهرباء مفترض مخصصة لتلك الدائرة أو لتلك القطاع العسكرية أو لتلك الحاجز، بهذا ما يتم استخدامه في المرحلة الحالية بخصوص التعامل مع الخطوط الأمنية. ويتسابق الضباط يعني بشكل واضح وصريح، يتسابق الضباط للبحث عن ترخيص أو البحث أو لطلب خط أمني للحاجز أو لطلب خط أمني بالقرب منهم، طلب خط كهرباء أمني. وتقريبا كل حواجز دمشق مغذية بهذا الخط الأمني، كل المنشآت العسكرية كل المنشآت الأمنية هي مغذية بهذا الخط العسكري على حساب المدنيين في المنطقة، فهي تسحب بخط مباشر من المحولات الكهرباء بحيث لا يتم قطع الكهرباء عنهم إلا فترات وجيزة خلال مدار 24 ساعة وغالبا خلال فترات النهار حصل، حتى لا يكون هناك أي خلل أمني عليهم. نعم حسام البرم الصحفي والباحث كنت معنا من باريس، شكرا لك. تأجير الشوارع ينتشر في دمشق، هذا ما سنتوقف عنده في ملفنا التالي.